احنا دايما يا فندم مع ظهور اي متحور جديد، سواء بدات تظهر حالات منه في مصر او حتى سمعنا عنه بره، بنحب دايما نطمن، وحضرتك يعني افضل من يطمئننا. نطمن يا فندم. اطمئني تماما تماما. طيب الحمد لله. شوف حضرتك، عايز اقول لكم الاتي، يعني يدل على قوه الطب الوقائي في مصر وعلى الفحص المستمر للتسلسل الجيني بتاعه الفيروسات، ان اي حاجه بتحصل بنقولها على طول. سيادتك، انا كنت في حديث اول امبارح وسئلت هو المتحور الجديد ده جانا مصر ولا لا؟ قلت الرد بتاعي، قلت لهم ما جاش لحد الان، وقلت كلمه حتى الان 3 مرات. تمام. فاذا كونوا المتحور يجي ده حاجه متوقعه جدا. وكون الفيروسات بصفه عامه، الفيروسات التنفسيه بكل انواعها بما فيهم فيروس كورونا، يحصل تحول، هو ده شيء طبيعي جدا، ودي ظاهرة من الظواهر المميزة للفيروسات، أي نوع من الفيروسات. المتحور الجديد ده لما جه، هم بيرصدوا طبعا إيه أكثر المتحورات انتشارا وعدد الحالات اللي بتصاب. وأنا دايما بقول لحضراتكم، أنا اللي يهمني في المتحور أو في الفيروس 3 أو 4 حاجات. الحالة الأولى مدى الانتشار، يعني بينتشر بسرعة ولا لا. وحضرتك لو فيروس الانفلونزا العادي الاكثر شهره بيصيب لما واحد يتعدي او يجي له فيروس انفلونزا، يعني كم واحد؟ 3 مثلا. لما جت الكورونا قلنا لا، ده ممكن يعدي من 5 ل 7. لما حصل متحول اوميكرون قال لك ده ممكن يعدي 8. فهم بيقولوا ان هذا المتحول الجديد الحاجه المميزه حتى الان انه اكثر انتشارا، يعني لما يجي له الواحد يعدي عدد اكثر. وعلى فكره كل انواع فيروسات كورونا من اول كورونا الاصليه لحد اوميكرون لحد الجديد اللي هو ادوا له اسم بقى حركي كده، زي ما قالوا اوميكرون سموه ايس عشان يبقى اسم سهل الناس تتكلم فيه، يصيب عدد وجزء من، يعني في 3 انواع من المصابين، واحد او مجموعه يجي لها الفيروس وما جالهاش اي اعراض مرضيه لكن يبقى حامل للفيروس وممكن يعدي الناس. ناس تانية الغالبية العظمى أعراض بسيطة جدا، هي نفس أعراض البرد كلها، يعني رشح وعطس وجع زور تكسير في الجسم إلى آخره. الحاجة الثالثة، في بعض الحالات القليلة خصوصا اللي عندهم بعض أمراض مزمنة ممكن يجي لهم التهاب في الشعب الهوائية، أو لكن هو هذا الفيروس أعراضه في الغالبية العظمى هي أعراض جهاز تنفسي علوي وبسيطة جدا. هي. وما فيش أي خطر حتى الآن في كل الدول. يعني الدول اللي هي زادت 50 وبقت 55 إلى آخره، هي نفس الأعراض وبنفس المواصفات، هي نفس الشيء. الحمد لله إحنا في مصر في رصد شديد جدا، في متابعة دقيقة جدا من السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء وكل الدولة، وكلنا منتابع، والحقائق زي ما تعودنا خلال 4 سنين اللي فاتت بتتقال تماما حتى نطمئن كل الناس.